وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. حياكم الله، الله يسلمكم إن شاء الله. آمين، جزاكم الله خيرا. يسمعكم الجميع شيخنا، كما تعلمون كما بينت لكم أقمنا دورة في بيان ضلال هذه الجماعات الخارجية ولنصح الشباب ولبيان موقف أهل السنة من هذه الفتنة، فنريد أن نستفيد من هذا الجمع إن شاء الله المبارك أن توجهوا أبناءكم وإخوانكم، وجزاكم الله خيرا شيخنا حفظكم الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. طيب، بدون تأخير أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأنا شاكر للإخوة الذين رتبوا هذا المجلس وهو لبيان الحق في بعض الجوانب التي تحتاج إليها الأمة. بارك الله فيهم وهؤلاء في جهودهم، ولهم جهود كثيرة في تلك البلاد التي تحتاج إلى شيء كثير من العمل الإسلامي والتعليم الإسلامي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة الموضوع الندوة أو موضوع الدورة، بأن المسلم له احترامه عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. لذلك نوصي الإخوة الذين هم يطلبون الدين الخالص الذي ليس فيه تعصب لرأي أحد ولا فيه حيف ولا فيه ظلم، إنما على الوسطية التي خلقت عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا مع التوادد والتراحم مع المسلمين، ولا يكفروا إلا من يكفر الحق، والتكفير ليس لعامة الناس ولا لعامة الطلبة المبتدئين، إنما هو إلى العلماء علماء الأمة الذين هم بارك الله فيهم كثر، وخاصة في هذه البلاد المقدسة التي ملأ الله تبارك وتعالى بالعلماء وملأهم بالعلم الشرعي الصحيح. وبذلك نقول إن هناك لا شك أن خرجت خوارج في كل بلد يستحلون عرض المسلمين، يستحلون دم المسلمين، فيجب على الإخوة الذين قد تأخذهم العزة بإثارة بعض الناس على بعض الأمور ألا يتسرعوا ولا يتبعوا أو لا يذهبوا وراء كل ناعم، ولا بد أن تعرفوا من هم الذين على طريقة السلف الصالح الذين يدعون إلى التوحيد الخالص وإلى اتباع الكامل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هم الذين يحاولون أن يكون جميع أقوالهم وأفعالهم مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم مهما ارتكب الكبائر غير الشرك إن كان موحدا لو لم يأتي بنواقض الإسلام، فالكبائر العامة التي لا يستحلها وارتكبها لا يكفره أبدا، ولا يقال إنه حل دمه وماله. ومعلوم وخاصة على أولياء الأمور في كل بلد الخروج عليهم، سواء كانوا في الكفار ببلد الكفر أو بلد الإسلام، الخروج عليهم لا شك أنه ضار على الأمة، وقد ذاقت الأمة الأمرين وأشد الأمور بخروج الناس على أولياء الأمور. فكم ذهبت من الأرواح، وكم أزهقت من الدماء، وكم أريقت من الدماء، أزهقت الأرواح
هتكت الأعراض وكم تيتم الأولاد وكم ترمنت النساء جراء هذا الفكر الذي ينادي إلى الخروج على الحكومة القائمة. لا يجوز الخروج حتى في البلد الكافر الذي يأتيك فرصة الصلاة والزكاة وليست عندك قوة، فلا يجوز لك أن تتكلم كلاما فارغا فتثير أصحاب القوة أو ديال الأمور على نفسك. وأنا أنادي الإخوان الذين هناك يعني في بلاد غير المسلمين أن يكونوا مسلمين كاملين بفضل الله تعالى بأعمالهم وأخلاقهم يمشون على وجه الأرض، فهم يتأثرون إن شاء الله بأخلاق المسلمين ولا يجدون سببا لإذائهم مع كونهم في القوة. لكن إذا كان أحد منا يتسرع ولإثارة بعض الناس الذين في الحقيقة هم مخطئون في هذه الجوانب، فربما تكون يأتي البلاء على أمة الإسلامية كلها في تلك البلاد وكذلك في كل بلد. ومعلوم أن هناك ناس قد شذوا في الأفكار، فبتكفير الناس عامة جعلوا يقتلون وجعلوا يحرقون البيوت وجعلوا، فهذا لا شك ليس من دين الله في شيء. فنهيب ونطلب من الإخوان أن يدرسوا العلم الصحيح، وليس العلم الصحيح إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإثارات والمظاهرات وأشياء أخرى كلها، وخاصة في تلك البلاد التي هي تؤويك وتعطيك فرصة صلاتك وأداء دينك. ولا يجوز لك أن تتكلم كلاما قد يكون ضارا على الأمة عامة. وأدعو الله تبارك وتعالى لي ولكم ولجميع إخواني الذين يقومون بتوعيتي وترشيدي الإخوان الدين الحق الشيخ عثمان والشيخ صادق أبو زيد وغيرهم من الإخوان الذين سيدي ساداتي وكذلك غيرهم من الإخوان الذين لا أقدر أذكرهم. الحمد لله يسرني حينما أسمع أنهم يطلبون دورة هنا وهناك وحتى في شمال فرنسا وجنوب فرنسا وفي خارج فرنسا، فالحمد لله الذي وفقهم والحمد لله الذي جعلني أن أحبهم كثير وأدعو لهم. وإن لم أقدر أن أشترك دائما في بعض هذه الأمور، فدعواتي لكم جميعا وخاصة الإخوة الذين نظموا هذا المجلس لتوعية الناس والشباب، فأذكر الشباب دائما أن يخاف الله عز وجل في أرواح الناس وفي أعراضهم وفي الهجر أيضا الذي هو كثر الآن بدون سبب، كما تعلمون أنه لا يحل هجر المسلم فوق ثلاث. فلذلك نرجو من الله تبارك وتعالى أن يرجعوا إذا رأوا في أحد شكا في مسألة أو في أي مسألة يرجعوا إلى الإخوان الذين هم الحمد لله أهل العلم هناك وفوق كل ذي علم عليم، إن لم يعلموهم فسوف يتصلون بالعلماء إن شاء الله ويعطونكم الحكم العام. ولا تتسرعوا أبدا من عند أنفسكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا حفظكم الله ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. ويسلم عليكم الأخ سيداتي الذي هو بجنبي وجميع الإخوة وحفظكم الله. حفظ الله جميع الإخوان إن شاء الله الذين يقومون بهذه الأعمال الخيرة، وجزاكم الله خيرا، ودائما دعواتي لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. وقل رب زدني علما.